أهلا وسهلا فيكم متابعينا ومشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامج بانوراما الخليل، يلي دائما احنا وياكم بنكون من خلال حلقات هذا اللقاء وهذا المشوار بنستعرض أبرز وأهم الشخصيات اللي موجودة في محافظة الخليل اللي صنعت نجاح وقدرت إنها يعني من ولا شيء تظهر وتبين نجاحاتها وإنجازاتها. ما في أجمل من التراث الفلسطيني، ما في أجمل من إنك أنت تبرز التراث والتاريخ في عمل الكل ممكن يستغله، الكل إنه ممكن إنه يشتريه، تكون بضائع موجودة في محافظة الخليل وأيضا خارج محافظة الخليل. الأعمال اليدوية، التطريز وكل هاي الأمور إذا كان خلفها كمان سيدة بيكون يعني شيء عظيم جدا إنه نحكي عنه وكمان نسلط الضوء عليه أكثر من خلال هذا البرنامج وهذا اللقاء. خلود نيروخ وهي ضيفة الحلقة من السيدات المثابرات اللي قدرت إنها تنجح بطريقة جدا رائعة ومميزة وقدرت إنها توصل رسالة من خلال أعمالها اليدوية اللي طبعا موجودة معنا في الاستوديو اليوم، وكمان أنا لابس من أعمالها كمان الأعمال التراثي والشيء التراثي المميز اللي بيدل على الهوية الفلسطينية. بداية وقبل كل شيء برحب فيك، أهلا وسهلا فيك خلود ومنورتينا في هذا البرنامج. الله يسعدك، تسلم علي. الله يسعدك. الله يسعدك ويخليك. الله يسعدك. بداية يعني أنا حكيت عن التراث، حكيت عن السيدة المثابرة، حكيت عن خلود، بس ما تعرفت على خلود، مين هي خلود وكيف بلشت في هذا المشوار؟ يعني أكيد خلف هذا العمل وخلف هذا النجاح في قصة، هاي القصة أكيد عانيتي من خلالها لحتى قدرت أنك توصل لهي المرحلة. صحيح، خلود نيروخي خلينا نقول ست بيت، أم لأطفال، بس ما بتضيع وقتها، كان كل وقتي دائما مشغول بين الاولاد والوقت الفراغ دائما متعودين احنا تربينا على الابره والخيط والتطريز. يعني بشكر والدتي وستي اللي علمونا باستمرار كل الاعمال اليدويه، بس انا عشقي كان للتطريز اكثر، فضليتني اتفنن واطور في التطريز. طبعا لما كبروا اولادي بلشت اشتغل لبيتي، اي حد يزورني ينبسط، صار شوي شوي يشتروا، صاروا يوصوا، فصارت تكبر معي المشروع لما وصلت لاسجل رسمي بالمؤسسات، ومن خلال المؤسسات أخذت تدريبات أكبر ووصلت أكثر مع تشبيك مع منتدى سيدات الأعمال. عندي كمان دخلت بمسابقة من خلال المؤسسة الغرفة التجارية لأني عضوة فيها حاليا، أنه أطلع كمان بمسابقة عالمية وفعلا أجيب المرتبة الأولى وأفوز وجبنا لقب للخليل. حلو. يعني هاي نقطة لازم شوية تنتبهوا لها، لأنه إحنا تعبنا سنة كاملة تدريبات، وبعد هاي السنة الحمد لله منتجي اللي ابتكرته وكان إن أثقب الجلد وأطرز عليه مباشرة بدون أقمشة، كانت فكرة كتير حلوة. هاي قبل قديش كانت؟ هذه بسنة 2015. ما شاء الله. وجبنا لقب 2016 للخليل، صارت مدينة الخليل مدينة حرفية وبلشت تنشهر أكثر كسياحة وكمكان تراثي. وفعلا البلدة القديمة بعدها تسجلت كمان بمستوى عالمي في لائحة التراث العالمي. فالحمد لله كانت الأمور عم تتطور معي وكانت تسليط الضوء علي، لأني بشتغل بطريقة مميزة وغريبة. إن بجمع بين التراث القديم وبحافظ عليه بس بأفكار عن طريق الموضة باستحداث لأنه الموضة. تنساش إنه إحنا برضو ستات وصبايا. يعني بتقول لك أنا صعب ألبس توب ستي، يعني فعلا إنه يعني حلو إنه نعمل دمج بين القديم وبين الحديث. لاحظت إنه في هناك رواج للموضوع طبعا. بشكل كبير يعني طبعا. حتى بين الستات في المناسبات خاصة اللي بتكون حلوة صرت ألاقي إنه التوب الفلسطيني موجود، يعني حتى أنت لابسة التوب الفلسطيني وبتفتخري إنك أنت لابستي واشتغلتي، فكيف قدرتوا إنكم تروجوا لهذا الموضوع وتخلي يعني الصبية تلبسه قبل الكبيرة في العمر؟ صحيح، هذه من النقاط اللي أنا الحمد لله نجحت فيها، إنه طريقة دمج الألوان والقطب والموديلات اللي أنا بعملها كفساتين سهرة، مش بس كفستان تشتري وتحطه بالخزانة بعد المناسبة، لا تقدر تستغله لأكثر من مناسبة، ترجع تلبسه، ترجع تطوله، ترجع تدمجه مع عباء. ففكرة إنه أنا ما يكون تصميم محلي سهل إنك تلعب فيه بالطريقة كل يوم بشكل تطور، الستات انبسطوا، وبالأخص إن أنا كنت ألبسه، الحوالي كانوا يلبسوا، كنت أعمل شوي لمحيطي، يعني الحمد لله كتير انبسطوا، فصرنا إن شاء الله يعني راح تطور أكثر، راح أعمل مشغل كامل إنه الست تجي تختار وتفصل لها اللون اللي هي تصميم اللي بدها هي، وبناء عليه إن شاء الله راح الكل رجع التراث بس بالطريقة الصحيحة. طبعا أنا شايف في جزادين
في كمان ممكن يكون شالات، شالات، وفي سكارفات، بالضبط، وما نسينا الرجال، لازم تعرف الرجال هاي يعني بطريقه مستحدثه عن جد، بطريقه حلوه يعني قدرت انها تدمج بين الكوفيه وبين الشيء العصري عن طريق انها تكون مع الشاب بس بطريقه خفيفه وحلوه. من تجيك الافكار وكيف عملتها؟ يعني حتى الجزدان انه طريقته ممكن يكون صعب شوي، قديش بدك وقت لما تشتغلي فيه، كيف بتشتغلي فيه وكيف الفكره بتجيكي؟ هي الفكره تشوف الفنان تجي فكره اوقات جنونيه زي هيك. لحالها اوقات انا ببحث عنها، بصير انا اجيب الجلد اطور اعمل قبل ما الاقي الفكره اللي بدي اياها. يعني مثلا هاي الشنطه مطرزه على الجلد مباشره، هاي من اللي اخذنا عنها جائزه وجبت المرتبه الاولى لها. هاي الشنطه وطبعا بقدر اعمل لها كمان شاله الست والصبيه تلبسها، يعني مش شرط اشي كتير تقيل، بالعكس اشي كتير واو، تقدر تلبسها الست في النهار وفي الليل للمناسبات وللمناسباتنا الشعبيه والفقرات اللي بيستعملوها الصبايا بالحفلات وتخرجاتهم والقصص هاي كلها. في عندي كمان طريقه كتير حلوه اللي هي الوان عصريه للصبايا مع سكارفة، سكارفة فوق طقم فوق قميص، هذا كتير انا بنطلب مني لانه اشي حديث. بالاضافه طبعا للاشي اللي كتير مهم اللي هم الشالات، شالات بالالوان الاحمر بالالوان التراثيه اللي احنا بتعرف عليها. في عندي كمان شغلة لازم تعرفوها، إنه كتير بنطلب من السياح التوب، بس بقول لك أنا ما بلبسه. عملت لهم إياه بفكرة كتير حلوة، إن عملت لهم إياه معلقة ياخدوها كتذكار من فلسطين، بس هي بجسد التوب الفلسطيني. بس إنه من غير ما يلبسوها، بس إنها تكون معلقة في أوكي. البيت. هي معلقة يعني مثل هيك، إذا بتبين معهم هي معلقة رح تبقى صدر توب، بياخدوها بعلقوها بالبيت. فهي كانت كتير من الأشياء اللي انبسطوا عليها، والأخص كمان الشباب ما نسيتهم. عملت لهم كوفيات وشنط كمان، كتير بيلبسوا الشنط. عملنا لهم شنط من الجلد كمان، يعني حظ كل يوم مش موجود، بس ان شاء الله باستمرار رح تشوفوا المنتجات الجديده. عندنا كمان الوان للصبايا تجي لكل الملابس وبطريقه كتير حلوه. كمان الستات اللي بحبوا جزدين صغيره عملنا لهم اياها، بالاضافه لكل احجام وانواع واشكال الشالات. وغير الازياء اللي هي كتير يعني نقطه كتير مهمه، التوب والازياء هذا شيء اساسي عندنا، وان شاء الله بتطور لانه بنطلب مني برا كتير. فان شاء الله كله رح يتطور باستمرار ورح يلاقي رواج كتير حلو، لانه بس احنا بدنا شوي آلية التواصل هي بالزبط. المشكلة يعني. فان شاء الله من خلال منبركم يعني يصل شوي الصوت للمؤسسات انه احنا عندنا منتج وفي عندنا طلب برا، فبتمنى عليهم يكون حلقة الوصل بيننا وبين الطلب برا، لانه بيجينا السياح بينبسط بيطلع لبرا مش عارفين نسوق له صح، المعارض بتصل بس ما بتصلنا. في كتير امور احنا بتمنى انه ان شاء الله ننشطها ما بيننا وبين المؤسسات وتنشط السياحة برا، وكمان منتجاتنا تصل برا. من خلال مشاركتي في معرض دولي اتفاجأت انه في كتير يعني معارض وطلب للثوب الفلسطيني لتراثنا، لانه انا الحمد لله شعاري الاساسي احافظ على التراث واطور تراثي واعلي سمعة بلدي. كتير انبسطوا لهالفكرة، انبسطوا لطريقة تقديمنا وعرضنا، وطبعا تشجيعهم لإلنا شجعنا إنه نفكر بطريقة أوسع إنه خلص أوكي رح نصل. طيب هلأ بما إنك أنت سيدة فلسطينية من مدينة الخليل، أكيد لازم تكوني مثل ينضرب فيه للصبايا للستات اللي عملهم بيشوفونا وبيتابعونا، خاصة في استثمار وقتهم، في استثمار كمان طريقة تفكيرهم. يعني أنت مثلا لجأتي لعمل الأثواب وعمل الحرف اليدوية بطريقة عصرية، هلا يعني شو رسالتك انت كسيده اعمالهم السيدات بيشوفونا وبيتابعونا في هاي اللحظات، انهم كيف ممكن يستثمروا طاقاتهم وقدراتهم في هذا الموضوع؟ واكيد انت اكيد في بدايه المشوار كان في عندك صعوبات، هاي الصعوبات كيف انت تجاوزتيها وكيف ممكن انه كمان قدرتي انك تبني عليها هاي الصعوبات قصه نجاح؟ الحمد لله احنا تعودنا نشتغل، انا اهم شيء ضياع الوقت انا كثير بشد عليه، يعني احنا كل مشكلتنا ضياع الوقت، في الوقت معنا كثير، حتى لو كانت ست بيت وعندها أطفال وعندها علاقات اجتماعية وعندها ظروفها بتقدر تنجح. إيه لو بدون حتى ماديات بتقدر تنجح في أبسط الأمور، يعني الواحدة بتقدر تبحث عن أي بطرق بسيطة جدا بتقدر تبحث عنها وبتقدر من خلالها تنجح، زي اللي أنا سويته، كنت من أشياء بسيطة أقدر أصنع شيء كتير كبير من خلاله أبيع على الربح أرجع أطور فيه أكتر، بدل ما تكون قطعة تصير قطعتين وهكذا يتطور مع الموضوع. الموضوع كالتالي، إنه تنظم وقتها الست قدر الإمكان، تنظم وقتها وتلجأ للدراسات والمتابعات والبحث على جوجل واليوتيوب والقصص هاي كلها اللي بتضل تطور الست باستمرار، والأفكار تضلها مستمرة معها. بالنسبة لأي فكرة تانية إنه أكملها مع مشغل تاني، مع مشغل جلد، مع مشغل أي كان الفكرة، بتقدر إذا أصرت الست بتقدر. إحنا الحمد لله متعارف علينا ستات قويات وناجحات، وإذا بدها شيء بتقدر تصله، بس بدها بحث وبدها صبر.
الصبر والإدارة الصحيحة رح تنجح، كل ست رح تنجح. أنا واثقة وبقولهم كل ست إن شاء الله رح تنجح، وبعيد على كل الإمهات والستات لأن هذا شهر النساء وشهر الأمهات. وبشكر والدتي وأهلي وزوجي اللي دعموني وباستمرار يعني بيشجعوني، لا اطلعي لا اعملي، فالحمد لله كله برضاهم. وبشكر ربنا إنه فعلا وفقني إن أنا أرفع اسم بلدي وأشجع كل ست إنها تنجح، والمشاريع كمان انها تنجح. يعني حاليا حتى يعني انت قلت تكون قدوه، فعلا انا حاليا صرت قدوه ما شاء الله، وصار طلب انه اشجع كمان شغل ثاني. شو ابرز المحطات اللي مرت في حياتك؟ شوف المحطات هي اللي لما تنجح باول مشروع يطلع للعالميه، يعني عمريش بنساها انه لحد الان منتجي في متحف اثينا. يعني لما يجي خبر زي هذا كثير حلو. لما كمان اتعرض لموقف ان انا مثلا يصير انتخابات عامه لكل الحرفيين والكل يقول يعني عني وينتخبوني انا عن المراه، كمان هذه محطه كثير اعطتني مسؤوليه، بس دافع قوي اني انجح واكون قدوه للجميع، والحمد لله يعني هذا من الاشياء اللي نجحتني. المحطه الثانيه اني انا من خلال تفكيري بشكل جماعي انه ما حنجح لحالي، حلو ان الكل ينجح، فعملت اول تجمع للحرفيين في محل عندنا بعين ساره، كان كتير ناجح ورائع. فتبالت النجاحات إنه لا أنا كمان بدي تعملي لي أنا كمان يلا، فصرت الحمد لله أفتح تجمعات حرفية مش بس نسوية، يعني حرفية. يعني أنت مسؤولة عن مجموعات ستاتية صحيح. نسائية خلينا أقول، بتديريهم وبتعطيهم كيف الطرق اللي ممكن أنها يشتغل عليها، وهذا كمان يعني ممكن يكون في مثابة أنك أنت بتصنعي لقدام جيل جديد صحيح. يكون عنده القدرة بأنه كمان يتوارث هذا الموضوع صحيح ويتشجع ويكبر. يعني كتير ستات كانوا ببيوتهم هلا طلعوا، صار عندهم نقاط بيع، صار عندهم دائما اشبكهم لمعارض، اساعدهم في كمان تطور مشروعهم بالتشبيك مع التجار. انا كتير تجار بيجوا بيقولوا لي بدنا مثلا صابون، بقول لهم تفضلوا في ست بتعمل صابون، في شبع، في عندنا اكسسوارات، عندنا كتير قطاعات حرفيه رائعه بتطور مستمر. والحمد لله كلنا ناجحين، وكل ما توحدنا اكثر رح نعلى اكثر. والحمد لله عندي كمان فكرة كتير حلوة إنه أطور التسويق برا وأطور محليا لحتى إن شاء الله الكل ينجح. وأنا يعني كمان للصحافة إلها كتير دور كبير في إنه إشهار منتجاتنا، إنه الستات ناجحات، إحنا الحمد لله نقدر نصل والكل بيقدر يصل. وإن شاء الله أنا بشجع الستات إنه اشتغلوا على حالكم رح تصلوا إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله هاي الرسالة بتكون وصلت، ورسالتنا من خلال الحلقة اليوم، أنا كل حلقة بحب إنه يكون في عنا رسالة أو يكون عنا هدف مع كل حدا بيكون موجود معنا، قصة نجاح، وأنت ما شاء الله من الشخصيات اللي قدرت إنها كمان يعني تخلي اسمها موجود وتخلي كمان بصمتها موجودة. البصمة بيقدر أي إنسان يخليها، ولكن صح. لازم كل واحد يعرف حاله وين هو. صحيح. يعني هاي رسالة الحلقة اليوم، إنه كل واحد يفكر أنا وين موجود، أو أنا ليش موجود، أو أنا شو ممكن إني أعمل، لحتى تقدر إنك أنت تبدع، ولحتى تقدر إنك أنت تبين شغلات كتيرة فيك وفي داخلك أنت بتعدها نجاح، والناس اللي حواليك كمان بيلاحظوا هذا النجاح. شكرا لك، ويعطيك ألف عافية، وإن شاء الله مزيد من التألق ومزيد من النجاحات بإذن الله. إن شاء الله إن شاء الله. شكرا لكم جميعا. يسعدك خلود نيروخ، كانت طبعا ضيفة حلقتنا، وتابعنا وشفنا من خلالها إنه أي واحد أكيد ممكن يمر في عقبات في حياته، ممكن يمر في صعوبات، ولكن في النهاية الشاطر والناجح هو اللي بيقدر إنه يتجاوزها، وبالعكس بعد كل هاي الصعوبات يحكي إنه أنا هون أنا موجود، رغم كل هاي الشغلات قدرت إنه أثبت ذاتي، أثبت حالي، وأحكي إنه ما في شيء مستحيل. بتمنى النجاح للجميع، وبتمنى التوفيق لخلود ولكل سيدة ولكل شاب بسمعنا وبشوفنا وبتابعنا في هاي الحلقة، وبتمنى إنه قدرنا نوصل الرسالة لكم إنه إذا بتتعب حالك بتقدر إنك أنت توصل. شكرا لكم، ونشوفكم بحلقات أخرى قادمة. إلى اللقاء.